اشو معاناتكم انتم اصحاب المخابز والافراد؟ والله هو الشغل كله تعبان يعني، ونفط ما يعطونا الا نطيع مال الضمان. عندكم امكانيه تطلبوا مال الضمان؟ لا ماكو امكانيه. شغل ماشي عندكم؟ بلاش قد فتحوا بلاش قد حلقوا؟ فتح بالستة الصباح انعزل بثنتين هيك، واحدة ونص ثنتين. ايش الطالب؟ الطالب انه يوفرون النفط وهاي والعمل. مشكلتنا على مود النفط يعني، يريدون من عندنا مال ضمان يعني بالسنة مليونين، على كل عامل يريدون 160,000 بالشهر. بالشهر يريدون 160، هو المخبز الشيء طلع حتى يعني حتى ياخذون من عندنا 160 على كل عامل. عندكم شغل ولا متوفر الشغل حتى؟ وين الشغل؟ حتى لو هو النفط ايش قد ينطونه هو؟ يعني ليش يربطون النفط بالضمان بباقي الامور؟ ليش يربطون؟ والله يا هاي حكومتنا عاد ما اعرف عاد، من النفط تجي هاي، من الحبوب والنفط نطالب يشيلون هاي مال الضمان. يعني هاي ما لها داعي، ما لها يعني اي يعني وسيله، اي وسيله لها ما لها يعني. تدعم العمال يعني؟ اكيد هو ماكو شغل، هو يعني يعني هسه عندك بالقديمه هسه شغل ماكو، فعمال القديمه عايشون لي انا، فيدورون شغل ماكو، اشغال ماكو، اعمال ماكو يعني نهائي. فهي شغل المخابز شوية داش فرد مرة، وخاصة بالشتاء. بس اللي تفتح ساعتين ثلاثة هو أحدنا للي 11-12 الظهر. والله نحن معاناتنا مش يزيدون حصة الغاز، يعني كنا قبل نستلم 3000، المواطن تقدر نهيئ له الصمون يعني الشعب برا صمون ما دك عيش. أهم مادة أساسية هاي الشغلة يا. ثاني تجي كنا قبل ندفع مع الضمان على مود ممارسة المهنة، ندفع الضمان كان ندفع بالشهر 5000 دينار هاي الفترة، بس مال 120 دينار هسه 160 دينار ما ضمن يدفع. الله يرحم ابوك يعني على كل عامل يعني، ما كنت صارت بالتاريخ العالم كله هسه. هاي رجعوا من عبد الكريم قاسم ويا حد هاي الساعه، نحن عندنا فرن ما صمون، ابوي الله يرحمه بال 57 عندنا فرن ما صمون، المستعرفنا عندنا 5 فران نعم، بس مال هكذا شيء. وهالصرف معروف على مستوى الدول مو بس بالعراق، ماكو عامل يدفع 120 دينار بالشهر كضمان اللي هو ماكو يعني. لا ماكو ضمان، ايش تعطيني ضمان الدوله؟ يوم اكو غاز، يوم ماكو، يوم متاخرين. نعرف العامل اذا يتعوق كمعامل يعني ضخمه تنقطع ايده، سبي نعاها، يعطونه ضمان يعني مقابل ايش؟ يجيب دفتر خدمه عسكريه ويعملوا له راتب. هسه مسك اللي من يعمل له راتب؟ اللي العالم كله الطلبه الطالب من يعطي راتب؟ علي انا اريد مسؤول يقول يابا انا اعطي راتب فلان معوق اخذ وانطي له تعال جاوبني هو منو منو هذا؟ ماكو. زين والشغل تعبان، وضعيه تعبانه. احنا طلعنا من ازمه يعني، الموصل طلعت من موت محقق ها؟ ويحاربوها. نحن بالقديم انا فرني بالقديم باب لقش صار ارض. اخويا باب جين ضرب فرنه، اخويا لا قتلون دواعش وفرنه صار ارض. من اجلوا 120,000؟ خلي بس واحد يفكر بهذا الشعب شويه. انا عندي 6-3 ما شاء الله، بس كلي منهم ما يتيم اسالهم اي واحد منهم، وكلهم اصحاب عوائل. طالب سيد نجم الكوري هو رجل من شهدت له، ورجل ما شاء الله يشتغل، والله الله يبارك فيه، وصديقنا الرجال. نريد ان يساعد المناطق القديمه يعني، هاي اهم شيء عندنا. وننتج على المواطن يعني، مال 120 ماكو هاك الشيء، والله ماكو. كنا قبل ندفع 5000 جنيه سووا 10,000 تنبلع. بس يعني هسه الفحص مال البطاقه الصحيه 12,000، والله باقي الشيء. والله يا ناس لو هاي كل ما تجيب بطاقه تجدد تروح تسوي فحص.